انه يكشف اسرار الشامبول العامه، ومن ضمن الخطوات المهمه كانت النوبو، وهو اننا نغسل شعرنا بالميه بس. بس اصلا فكره الشامبو نفسها جت منين؟ هل في اساس علمي وتجارب للنوبو مشت للناس كتير بقت تدعمه وتستخدمه؟ شامبو is big business، ده اللي بيقوله أصحاب فكرة النوبو. أصحاب فكرة النوبو بيقولوا إنه المفروض ما نغسلش شعرنا بالشامبو ونسيبه كده على طبيعته. بس أصلا فكرة الشامبو نفسها جت منين؟ أصحاب فكرة النوبو شايفين إنه لحد القرن العشرين الناس كانت بتغسل شعرها بالشامبو مرة واحدة بس في الشهر، واللي كان ساعتها الشامبو عبارة عن صابون مبشور وزهور ونباتات طبيعية. لكن فجأة جريدة نيويورك تايمز نصحت السيدات إنهم يغسلوا شعرهم مرتين في الأسبوع. طب ليه؟ عشان بعديها بسنة يظهر أول شامبو تجاري، واللي كان تحت اسم كانثروكس، واللي كان ساعتها بيدعي إنه ينعم ويتقل الشعر، وده كان سنة 1909. فعلا السبعينيات وسائل الإعلام كانوا بيقنعوا السيدات إنهم يغسلوا شعرهم كل يوم عشان ده أصح حاجة للشعر. A new shampoo with vitamins, minerals, protein and herbs. Farrah-Fawcett shampoo. والشامبو بقى روتين شبه يومي في حياة أغلب الناس. في الثمانينات عالم اسمه جوزيف شواتس قرر إنه يكشف أسرار الشامبو العامة في جريدة اسمها واشنطن بوست. كشف إن الشامبو ما بينعمش ولا يغذي الشعر ولا حاجة، وكمان الرغوة اللي في الشامبو ملهاش علاقة بقوة تنظيف الشامبو، هي مجرد مثير بصري عشان الشركات تبيع الشامبو بتاعها. يعني إيه؟ يعني الرغوة مش هي اللي بتنظف شعري؟ والشامبو اللي انا بصرف عليه مرتبي مش هو اللي بينعم لي شعري؟ ايوه، امال انت فاكر ايه؟ امال هنبيع الشامبو بتاعنا ازاي؟ مش وقت سألت طب انتوا عارفين ليه الشامبو التجاري ظهر رغم انه كان الصابون موجود بالفعل والناس كانت بتستخدمه من قديم الزمن؟ ليه؟ عشان زمان الميه ما كانتش ملوثه بالمعادن الكتير اللي موجوده دلوقتي زي الكالسيوم والمغنيسيوم. طب ايه علاقه ده بالصابون؟ جوزيف قال المية لما يبقى فيها كالسيوم ومغنيسيوم والصابون يجي على شعرنا بيبدأ يتراكم ويسيب أثار من الصابون والشعر يبدأ يبهت ويجف. كيميائيين فكروا وسألوا نفسهم ايه الحل؟ احنا نعمل شامبو بطريقة مختلفة ونعتمد على الكيمياء. جوزيف شواتس قال ان في مواد اسمها سرفاكتنت. يعني ايه؟ يعني عوامل منظفة بتأثر على سطح الزيت وتفككه، ومنها الأنأيونيك سرفاكتنت، ودي مواد شحنتها سالبة زي الصوديوم هيدروكسيد، وهو منظف قوي فعال جدا في انه ينظف الشعر ويشيل الزيوت من الشعر، وده عشان الشعر شحنته سالبة فبيحصل تنافر والمواد اللي في الشعر تتفكك وتدوب بالتنافر ده. شامبو السلفيت كان ساعتها ما بينشفش شعر الناس زي الصابون فعلا، بس في الحقيقة السلفيت ممكن يسبب جفاف وبهتان للشعر وممكن يسبب حساسية لانه بيشيل طبقة الزيت اللي موجودة على الشعر وتحميه. طب ايه البديل؟ جوزيف شواتس قال ان في كمان مواد اسمها كات ايونيك سرفاكت، والمواد دي شحنتها موجبة، ودي مواد زي اللي بتبقى موجودة في البلسم زي البيهانترايمونيوم كلورايد والستيلوكول، المفروض انها بتنظف الشعر من غير جفاف وكمان بتعالج الشعر التالف، لكن ممكن تسبب حساسية. بس هل ده صح فعلا؟ جوزيف جه كمان وقال ان في مواد اسمها انفوتوريك سرفاكتنت، ودي مواد مذبذبة زي مادة كوكوميد بروبوبتين. بس يعني ايه مذبذبة؟ مش عارفة تاخد كلور يعني ولا ايه؟ ايوه حاجة زي كده. المواد دي بتعتمد على درجة الـ pH الحموضة الكلوية في انها تحدد شحنتها، ومن مميزات المواد دي انها بتنظف الشعر بلطف واقل جفاف ممكن من غير رغوة ولا انها تسبب حساسية للعين، عشان كده بيستخدموها في شامبو الاطفال. المشكلة انه المواد دي ما كانتش منتشرة ساعتها بين الناس، وكان الاغلبية بيستخدموا شامبو السلفيت. ومن خلال الكلام الكيميائيين والترويج التجاري الواضح للشامبو، اصحاب الصالونات فكروا في اسئلة زي هل احنا فعلا محتاجين شامبو سلفيت عشان ننظف شعرنا؟ طب الشعر الكيري اللي اصلا جاف ازاي ننظفه من غير ما نزود له الجفاف بتاعه؟ ده اللي خلى حركة النوبو تظهر على ارض الواقع سنة 2001، لما الهير ستايلست لورين صاحبت صالون ديفا كيرل عمل كتاب اسمه كيرلي جيرل. واتكلمت لورين في الكتاب عن ازاي نهتم بالشعر الكيرلي وايه الخطوات المهمة للشعر، ومن ضمن الخطوات المهمة كانت النوبو، وهو اننا نغسل شعرنا بالمية بس. مية بس؟ ايوه مية بس. طب ليه يا لورين بعد كل الليلة دي نستخدم المية وخلاص؟ ما كان من الاول. لورين قالت ان الشامبو فيه سلفيت، والسلفيت مفروض انه بيشيل طبقة الزيت اللي الفروة بتعملها عشان تحمي نفسها، وده بيخليها تفرز زيوت اكتر عشان ترجع تحمي نفسها تاني، وده بيخلينا في الدايرة بتاعت ان احنا نغسل شعرنا بالشامبو من اول وجديد.
وفي الاخر الفروة بتبقى ملتهبة وحساسة، وده بيسبب جفاف للشعر، ومن خلال النوبة الفروة هترجع طبيعية وتوازن نفسها في خلال من 2 لـ6 أسابيع. طب احنا مش مقتنعين بالمية بس، احنا خلاص اتعودنا على الشامبو، مش هنحس ان شعرنا نضيف من غير شامبو. لورين قالت ان احنا ممكن نستخدم البسم وبيكنج سودا وخل التفاح، وكمان عملت لاين اسمه ديفا كيرل، ومن ضمنه نوبو زيرو ليزر كلينزر، واللي من اول مكوناته الفعالة السترامينيوم كلورايد والستيل الكول، ودي مكونات البلسم. ومن ضمن المكونات برضو كوكاميدوبروبيل بيتين. ايه ده؟ هو مش ده كلام عالم الكيمياء جوزيف شوارتز؟ مش دي المادة الفعالة المنظفة في شامبو الأطفال؟ هو كده يبقى نوبو؟ لا، امال فاكر ايه؟ امال هنبيع الشامبو بتاعنا ازاي؟ حاجة زي كده نتائجها مش مضمونة ومش مثبتة علميا. الهير ستايلست المشاهير ودكاترة الجلدية مسكتوش وردوا على كلام لورين في وسائل الإعلام. الكيرلي هير ستايلست الشهيرة صاحبة أول صالون كيرلي هير وصاحبة البراند الشهير وداد قالت إنه لازم نغسل شعرنا بالشامبو عشان الزيوت متتراكمش على البصيلات وتسبب لنا تساقط وجفاف مع الوقت. ودكتور كارل ميكون نائب رئيس العلوم في جمعية مستحضرات التجميل في واشنطن قال إنه مفيش خطورة من استخدام السلفيت في الشامبو. بعد كده انتشرت حركة النوبو أكتر مع ظهور الوعي البيئي والأفكار الصديقة للبيئة. أصحابها دعموا فكرة منع الشامبو لأن غالبا الشامبو بيبقى في عبوات بلاستيك، فالنوبو مسود بقى من ضمن أساسيات تبني الفكر الصديق للبيئة. طب بعد كل ده هل في أساس علمي وتجارب لنوبو مسود للناس كتير بقت تدعمه وبتستخدمه؟ في آخر السبعينيات دراسة لدكتور شاو بيقول إن الفروة مبتقدرش تحس بالزيوت لأن مفيهاش ميكانيزم معين تحدد فيه إن هي بتفرز قد إيه من الزيوت، وده عكس نظرية النوبو بتقوله إنه الفروة بتحس بالزيوت عشان شامبو السلفيت بيبتدي ينشف الفروة ويشيل الطبقة الحامية للفروة. لكن بالنسبة إن فكرة النوبو بتقول إن السلفيت ممكن تسبب جفاف أو حساسية للفروة ففعلا الدراسات دعمت الكلام ده. الدراسات لقيت إنه بدائل الشامبو في النوبو زي البيكنج سودا وخل التفاح والبيض والعسل ممكن يسببوا حساسية وملهمش ميكانيزم معين إن هما ينضفوا الشعر، لكن في بدائل ليها أساس علمي زي البلسم والشوفان والحمص وورق السدر، ودول بيشتركوا في إنهم محتواهم عالي من الصابونين. لكن بالنسبة للبلسم فهو كاتيونيك سلفات وشحنته موجبة، يعني مفروض يلزق على الشعر لأن الشحنة الموجبة هتلزق على السالب ومش هيحصل تنفر ولا هيتم عملية التنظيف. الآراء حوالين البلسم معترضة، وبلوجر زي جي سي مشهورة بإنها بتعمل تجارب وبتدرس الشعر بصورة علمية قالت إن روتين النوكو في الغالب ما بيقدرش ينظف الشعر بصورة فعالة، وده لأنه البلسم اوريدي بيحتوي على زيوت مش هيقدر ينظف، هو مش مصمم إن هو ينظف، فممكن كمان يسبب تراكمات. في الآخر إن أنت تستخدم نوكو مسد أو لأ ده بيعتمد عليك أنت، على نوع شعرك وعلى نوع فروتك وتجربتك. الآراء العلمية بتقول إن مفيش أساس قوي للنوبو، حتى منتجات ديفا كيرل نفسها من مكوناتها مكونات زي اللي بتتحط في الشامبو، والمكونات الطبيعية اللي فيها صابونين مفرقتش كتير عن فكرة الشامبو العادي، بتفرق بس في إنها طبيعية أكتر وصديقة للبيئة أكتر. فإننا نستخدم بدائل طبيعية ونجرب ده بيخلينا إننا نكتشف نفسنا أكتر والمناسب لينا أكتر، وإننا كمان نحافظ على البيئة بصورة أحسن. ممكن ناس طبيعة شعرها دهنية فالنوبو يسبب لها قشرة وعدوى مكانتش عندها أصلا، وممكن ناس فروتها حساسة وجفة فشامبو السلفيت يسبب لها التهابات وحساسية. في الآخر البديل الوسط هو الشامبو اللي فيه أمفوتيريك سرفاكتن، وده زي مادة كوكاميدوبروبيل بيتين اللي في شامبو الأطفال أو الشعر الكيرلي، ودي بتنظف الشعر بألطف طريقة ممكنة من غير ما تسبب حساسية. وبس كده، متنسوش تشوفوا المصادر تحت في الفيديو وتشاركوا الفيديو مع الناس اللي بتحبوهم ومهتمين بالنوبو، ولو عندكم أي سؤال متتردوش تسيبولي كومنت في التعليقات تحت. واستنوني في فيديو قريب مع تجربتي مع النوفو عشان نشوف فعالية بدائل الشامبو تحت الميكروسكوب. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. يومكم سعيد، كل شغف ومعرفة.